يشاهد بعضنا على الشاشة نقل حفل الولاء، فيقول هؤلاء المبايعون موالين وليسوا موافقين. هذا الشعور هو الذي يجب أن ننطلق منه بحثاً عن ظروف إنشأته. هل هو طبيعي؟ نعم، بدون أن شك توجد جماعات كثيرة تجربه يومياً. كل عضو في هذه الجماعات يشعر أنه آفاقي خارج السرب، أنه مساكن مجاور غير مشارك غير مساهم، لا يتمتع بحقوق يتمتع بها غيره. يجد أن وضعه ناقص محتاج إلى تكملة، فيتخيل واقعا مناقضا للذي يعيشه، يحاول أن يتنميه، فيعثر على كلمة مواطنة بمعناها المستحدث، يتيقن أنها حق لكل إنسان بما هو إنسان. لو لم يجد هذه الكلمة جاهزة استعار اللفظة الأجنبية، كما استعار من قبل لفظة ديمقراطية ولفظة برلمان. الحاصل هو أن المرء لا يستعير الكلمة بقدر ما يستحضر المفهوم المعبر على تطلع ناشئ بدوره عن تجربة أليمة.